هون بالنسبة لموضوع العلاقات مع سوريا. بالموضوع العلاقات مع سوريا طيب قلنا مرة وثنتين وثلاثة وعشرة وعشرين. الموضوع مش معلق بسوريا بس. بسوريا بلبنان بأي بلد بأي إثبات. موضوع التحقيق الدولي ياخذ مجراه. يا هلا بكرومك يا مرحبا واهلا ابو مصطفى فيك المجد بيتجلى. يا هلا بكرومك. موضوع التحقيق الدولي ما بيقبل حدا يتدخل فيه، وهذا الموضوع حسمناه حتى بالحوار الحمد لله بالاجماع بالاجماع بدون اي استثناء على الاطلاق. طيب طالما حلينا هيدي القصة وطالما أي شبهة بهذا الموضوع أولا ممكن تكون مش في محلها، وثانيا إذا كان بمحل التحقيق رقم ياخذ مجرى، إذا كان سوري أو لبناني أو فلسطيني أو أردني أو عزرائيين مسمر مرتكب هذه الجريمة يا النكراء هذا الأمر بياخذ دوره. يا بري انت للكل قائد حوله تجمعنا، من حبك نحن ومن ضل نحبك لو موت جمعنا. يا بري انت للكل قائد حوله تجمعنا، من حبك نحن ومن ضل نحبك لو موت جمعنا. يا هلا. طيب معقول انه تكون حدودنا ارحم من قلوبنا على بعض البعض؟ معقول إن توصل الأمور بالعلاقات بين لبنان وسوريا بهذا الشكل؟ معقول إنه يوصل الأمر، وهذا الأكثر ما يضيرني، إلى حالة عداء، إلى حالة عداء بين الأهلين بين الشعبين؟ يا قائد جيش التحرير حامل ميثاق مرجعنا. يا قائد جيش التحرير حامل ميثاق مرجعنا. لقط الدم وقلنا حل. لقط الدم كيف ممكن انه هذا الامر يكون؟ كيف ممكن انه نوصل يكون نحن صامدين متكاتفين متعاونين على عدو مشترك بغض النظر عن اي امر اخر؟ بنفس الوقت بنقول لا بدنا نعمل علاقات دبلوماسية ولا بدنا نعمل ترسيم الحدود ولا بدنا نعمل كذا. عم بحكي عن اثنين سوا، عم بحكي عن اثنين سوا، معلش سامحوني المرة، عم بحكي عن اثنين سوا لانه في كلام كتير عم ينحكى بلبنان على انه سوريا دائما هي اللي عم ترفض. لا، عم بصير في رفض من لبنان وعم بصير في رفض من سوريا، وهذا الامر صرت مكرره مرتين، وقلت ان شاء الله ما تيجي الايام اللي تجبرني اني اقول مين اللي عم يرفض اكثر. يا هلا بنكومك يا مرحبا واهلا ابو مصطفى فيك المجد بيتجلى. فيك المجد بيتجلى. فيك المجد بيتجلى. يا بر الأفواج بتقول خلي العالم يسمعنا. يا بر الأفواج بتقول خلي العالم يسمعنا. بلغ صهيوني ما بنركع. بلغ صهيوني ما بنركع. للمدافع ترضانا. للمدافع ترضانا. يا هلا بنكومك يا مرحبا واهلا ابو مصطفى فيك المجد بيتجلى. بيارق عز على الجنوب اللي ليالي نجوم هل وفرد هل هواي. يا هلا عز على الجنوب هلي ليالي نجوم هل وفرد هل هواي. تحية تحيي لا أبو مصطفى بري هلي جمع كل القرايب والحبايب. عشنا ورح نبقى أطفال كرامي نحن ردعنا. عشنا ورح نبقى أطفال كرامي نحن ردعنا. ما تعودنا نترك حق
ندري الحق وما الأسرى وما زرعنا. يا هلا بنتومك يا مرحبا وأهلا أبو مصطفى.